كابتن منجي رحبك من جديد معنا في هذه التغطية وفي هذه المباراة والفترة التحليلية لهذه المواجهة. إذا انطلقت اللقاء أعزائي المشاهدين، فريق أندوان بالقمصان الزرقاء، على يسار الشاشة فريق سلا المغربي ممثل لايف فري على القمصان بالقمصان البيضاء على يمين الشاشة، وهنا محاولة أولى السلة الأمريكية متواجدة في بطولة دبي الدولية. شهدنا يوم أمس ظهور للمنتخب للفرق اللبنانية الحكمة والرياضي وتحقيق انتصارين كبيرين أيضا هناك على حساب الشباب الإماراتي ومنتخبنا الوطني. وهنا الآن أولى سلات هذا اللقاء نقطتين للفريق المغربي، هنا تمرير خاطئة والمحاولة الآن، هنا نشوف زكريا والمحاولة وفيها صافرة، يا صافرة إذا تذهب الكرة لمصلحة الفريق الأمريكي. هذا أيضا في الصورة عبد الحكيم قبل قليل، هذا مدرب فريق أندوان شاهدناه في العام الماضي، واحد من الفرق الأمريكية اللي ممكن أن تعمل بعض الإحراجات إذا ما ظهر المستوى. من العام الماضي لا يوجد سوى ريلي هو يا سلام يا سلام، هنا صفوان يسجل دانك على وين؟ على الامريكان، يدنك على اصحاب اللعبه، يا سلام. 4 نقاط لفريق سلا المغربي مثل لايف اف سي، واول دقيقه ونصف من عمر اللقاء. الله، الرد ياتي بثلاثيه عن طريق كامبر هو اللي يسجل، فينست كامبر يسجل من خارج القوس، ثلاثيه وسلاح الثلاثيات، واحد من السلاح من الأسلحة المهمة جدا في كرة السلة، واحد من الأسلحة التي تغير من الأمور، تغير من النتيجة، تغير من الفارق، وبالفعل من 4-0 إلى 4-3. هنا فريق سلة جميل، يا سلام، حلو تسجيل هنا عن طريق عبد الحكيم. كابتن منجي، بعد مرور دقيقتين تقريبا من اول ربع في هذا اللقاء، كيف ممكن انك تقرا اللاعبين ال10 الموجودين في الملعب حاليا؟ بالنسبه للجاهزيه راوا انه فريق المغربي معناها جاهز اكثر، متعودين على اللعب مع بعض، خاضوا كثير مباريات، شاركوا في 3 معناها دورات كان فيها اخرها دوره ابو ظبي، لعبوا الفاينل، ما حصلوا على حتى بطوله عربيه لعبوا فاينل، بطوله الحريري لعبوا فاينل. كجاهزيه لحد الان جاهزيه الفريق المغربي احسن. بالنسبه للفريق الامريكي الاندوان، لاعبين ماهوش متعودين كثير على اللعب مع بعض، فتنقصهم كثير الامور التكتيكيه معناها، والتعود على اللعب طبعا في عدم تواجد اللاعبين مع بعض يؤدي الى شيء من عدم التفاهم في ارضيه الملعب. اذا هنا 5 نقاط لفريق أندوان و6 لفريق سلا المغربي، هنا فيها خطا وفيها 2 فري ثرو لمصلحة فريق سلا المغربي، إشارة الحكم يعقوب غابش واضحة فيها 2 فري ثرو لمصلحة فريق سلا المغربي، وتحديدا عبد الرحيم ناجح. عبد الرحيم الأولى ما سجلها، ناجح عبد الرحيم يسجل الثاني وينجح في التسجيل. إذا 7-5 فارق سلة بين الفريق المغربي سلا ممثل لايف بي وأندوان ممثل أتلس سعود. هنا أندوان محاولة من صانع اللعب فيها صافرة وخطأ على لاعب سلا المغربي، رمية جانبية لمصلحة أندوان، هذه الإعادة وهذا الخطأ على زكريا هو
اللي ارتكب هذا الخطأ، رمي جانبية لمصلحة أندوان جانب من الحضور. كما ذكرت هذه البطولة في نسختها 26، أكثر من ربع قرن من النجاحات لهذه البطولة، يمكن من أنجح البطولات الودية وأكثرها استمرارية وأكثرها متابعة وأكثرها يعني دعما لكرة السلة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. أعزائي المشاهدين متواصلين، وأندوان هنا يبحث عن تقليص الفارق أو ربما المعادلة أو ربما حتى التقدم في هذه الكرة حسبما تنتهي به الهجمة. إذا انتهت بثلاثية طبعا يتقدم، يسجل نقطتين، يحصل على كثير. هنا المحاولة لم تأتي، لكن شوف الريباوند، الريباوند يذهب لمصلحة زال المغربي. كما ذكر الكابتن مونجي جاهزية الفريق كونه يلعب كتلة واحدة، يلعب مع بعض في بطولات كثيرة. وهنا التسجيل، والتسجيل يأتي عن طريق صفوان. هذا صفوان يسجل، وتسعة خمسة يزداد الفارق إلى أربع نقاط كاملة. هنا محاولة التركيز على اللعب من خارج القوس. كابتن مونجي يمكن لاحظنا أربع محاولات من فريق أندوان في ثلاث دقائق ونص تقريبا، كلها من خارج القوس. شو سبب تركيز فريق أندوان على اللعب من خارج القوس؟ كما ذكرنا من أول أنه فريق أندوان ينقص اللعب الجماعي، فيعمد كثير على أنه على اللعب الفردي، واللعب الفردي حكم أنه دفاع فريق سلام ماسك ما عندوش إمكانيات أنه يخترقوا بسهولة، فأكثر المحاولات كلهم محاولات خارجية من شوت من فئة 3 بوينت، ولأنهم لحد الحين ما عندهمش حلول أخرى ما عدا أنه يحاولوا من برا. شفنا رونالد جونز.